مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم وحلقه جديده من برنامجنا بيتنا احلى. احنا يا ابني بنشتري راجل، ربنا يخليك يا عمي، ده من عشمي برضو، وانا تحت امر حضرتك في اي طلبات، ده ناخدها بشنطه هدومنا. طيب تسلم يا حبيبي، بس احنا كلينا كده حبه طلبات بسيطه. اتفضل. طيب انت عارف الظروف دلوقتي والايجار بقى ايجار جديد ومشاكله كتير، فعايزين يعني شقه ملك صغيره كده، ودي اول قنبله بتتفجر في القعدة. شقة ملكي مين؟ ده أنا هفرش الإيجار بالعافية، وإنت عليك طبعا الفرش كله والسجاد والستاير والنجف والأجهزة. طب حضرتك هتجيبوا إيه؟ إحنا كفاية علينا الفوط والملايات الحمد لله وشنطة هدومها، وطبعا إنت عارف زي ما قلتلك إحنا بنشتري راجل، فعايزين مهر يعني بالشيء الفلاني، وشبكة بالشيء العلاني، ومؤخر صداقة يعني بقد كده، وقايمة مكتوب فيها من الإبرة للصاروخ في البيت، وتمضي عليها إنت والسيد الوالد. وطبعا إنت عارف بنشتري راجل، وإنت راجل كلك ذوق، هتجيب لها حبة حاجات كده زي عريس بنت خالتها، كم شنطة هدوم حلوين، يعني هريحك كمان من شيل الشنطة اللي إنت بتقول عليها، يعني هتاخدها بطولها. ده غير طبعا الفرح والقاعة والميك اب ارتست. الا الميك اب ارتست يا جماعة اللي هتيجي تتظبط الدنيا والحاجات دي كلها. والفستان ما يكونش ايجار لان بنتنا ما بتلبس مكان حد. اما بقى عربيات الزفة ومش هنتقل عليك، انت لسه برضو في اول حياتك ولازم نقدرك. الهاني مول شهر العسل ممكن يبقى في باريس، زي عامة الناس دلوقتي اللي ما بقاش ليها شغلانة غير التصوير عند برج ايفل وتفتح ايديها كده اهو. بلاش عند المالديف، يعني يمكن تكون اغلى ولا حاجة. حالة من السكوت والهدوء. ها يا ابني نقول مبروك ونقرأ الفاتحة؟ لا يا عمي، خليها تعنس جنبك، ورواد حملت خليها تعنس اللي اجتاحت السوشيال ميديا كلها. ولما تسأل أكتر من شاب ليه أطلقته أو شاركته في الحملة دي، فكان الرد هو حضرتك مش شايفة طلبات البنات وأهاليهم عاملة ازاي، والشباب وضعهم ازاي؟ أجيب منين أنا ميك اب أرتست ب10,000 جنيه؟ ولا ليه لازمتها أصلا؟ ولا أكلف قاعة عشان الناس تيجي تتفرج علينا وتتريق وهتمشي برضو؟ ولا فستان اللي بقد كده أروح أجيبه ليه؟ ولو اتقال الأقل من كده يقول لك لا بنتي مش شوية يا بابا، أنت مش عارف أنت واخد مين، مش أقل من غيرها ولا غيرها. طبعا ما ننكرش ان في اهالي متعاونين وماشيين على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التيسير المعقول من غير تفريط في حقوق بناتهم. قوم بقى البنات تسكت؟ لا، البنات مش هتسكت، لا طبعا. هو انتوا فاكرين بحملتكم دي هتخوفونا؟ لا يا بابا، لا، فوق كده على حملة تانية، خليك في حضن امك. لو ما كنتش هتقدرني وتتعب على ما تنولني يبقى ملهاش لازمة الجوازة. وبقينا بين خليها تعنس وخليك في حضن امك، وانا من موقعي هذا بقول لهم تتصالحوا يا جماعة كده وخليكوا حلوين وتصلوا على النبي. لا هي تعنس مع اعتراضي اصلا على الكلمة دي، ولا انت تفضل في حضن امك، اتجوز وعيش حياتك. يعني خلينا نشوف بقى النهاردة الجدل اللي حاصل على السوشيال ميديا ما بين الحملتين دول، خليها تعنس وخليك في حضن امك، هنشوف بعد الفاصل.